بسم الله الرحمن الرحيم. ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. الرحمة لشهدائنا، والشفاء العاجل لجرحانا، والحرية لمعتقلينا، والنصر لثورتنا. أنا النقيب محمود المنصور، وهذه هويتي. أعلن انشقاقي عن كتائب الأسد المجرمة وشبيحته، وانضمامي للجيش الحر، وتشكيل الكتيبة الأولى مهام خاصة التابعة للجيش الحر بقيادة المجلس العسكري الأعلى، وذلك بسبب تحول الجيش النظامي السوري من مدافع عن المواطنين السوريين إلى أداة قتل وتدمير، وبسبب المجازر الوحشية واغتصاب النساء وقتل الأطفال. وأدعو رفاقي الضباط وصف الضباط والعسكريين إلى الانشقاق الفوري والعاجل ونيل هذا الشرف العظيم في الدفاع عن أهلهم وعرضهم وأرضهم. والنصر غايتنا والشهادة طريقنا. عاشت سوريا حرة أبية. أنا المساعد نضال علوان من مرتبات شعبة المخابرات الفرقة 215 سرية المداهمة، وأعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي المجرم وانضمامي إلى الجيش السوري الحر، وهذه هويتي. أنا المساعد عمار غالي من مرتبات قوى الأمن الداخلي، أعلن انشقاقي عن سرايا الأسد المجرمة وانضمامي إلى الجيش السوري الحر، وهذه هويتي. أنا المساعد خالد العلوان من مرتبات شعبة المخابرات فرع 227، أعلن انشقاقي عن كتائب الأسد المجرمة وانضمامي إلى الجيش السوري الحر، وهذه هويتي. أنا المساعد خالد الحوران من مرتبات شعبة المخابرات الواحد 215، أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي المجرم وانضمامي إلى الجيش السوري الحر، وهذه هويتي. أنا المساعد محمد سليمان علوي من مرتبات الإدارة السياسية فرع البانوراما، أعلن انشقاقي عن كتائب الأسد المجرمة وانضمامي إلى الجيش الحر، وهذه هويتي. أقسم بالله العظيم، 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 أن ندافع عن أعراضنا، أن ندافع عن أعراضنا، ومقدساتنا، ومقدساتنا، وأموالنا، وأموالنا، وأرضنا، وأرضنا، وأن نفدي الثورة بأرواحنا، وأن نفدي الثورة بأرواحنا، وأن لا ننسى دم الشهداء، وأن لا ننسى دم الشهداء. والله على ما نقول شهيد، والله على الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله